التقييم واحدة من الأدوات المهمة التي تعطي للمقابل قدرة للتميز. من أجل هذا أقامت وزارة المالية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الدوري لمدراء فريق الجودة الوطني. جاء هذا التشكيل أيضا مع تأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الحكومي على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وحقيقة لو ننظر على الكيفية والآلية في تطبيق في تقديم أفضل الخدمات وتطبيق هذا الشيء على أرض الواقع، فإحنا يجب الذهاب إلى تطبيق أنظمة الجودة، أنظمة الجودة العالمية، لأنه الهدف من تطبيق هذه الأنظمة هو تقديم أفضل خدمة، خدمة ذات جودة عالية. الاجتماع تضمن وضع لجان تختص بوضع آلية عمل من وزارات الدولة لتقييم العمل والجودة لدى المؤسسات كافة، والذي يصب بالتالي لخدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات. هناك عدة توصيات ستخرج من هذا الاجتماع التي تهدف إلى رفع مستوى الجودة والتميز المؤسسي في وتطبيق معايير الجودة في مختلف القطاعات الحكومية، في الوزارات، في الهيئات غير مرتبطة بوزارة، في المحافظات. على مستوى العالم هذه المعايير تصدر من منظمة الآيزو، اللي هي منظمة اللي تصدر مواصفات قياسية بحسب كل نشاط. بالنسبة لنا كمؤسسات بدينا بالمواصفة الخاصة 9001 اللي تعني بنظام إدارة الجودة، وتليها مواصفة بنظام إدارة البيئة واللي ما لها أهمية على مستوى العراق، خصوصا احنا على مستوى العالم. إقامة مثل هكذا مؤتمرات لها أهمية في تقييم عمل المؤسسات، خاصة وأن هذه اللجان تضعها ضمن شهادة الإيزو، وهو تقييم عالمي للمعايير معترف به. أركان الجابري، قناة العراقية، بغداد.